السكر والضغط والامراض الغده الدرقيه، في حاجات كتير جدا، وكل حاله ليها طريقه معينه للعلاج وللصيام كمان. وللصيام وفي حلو. ناس كمان أيوة. ممكن ما تصومش على فكره، فده لازم هنقول الكلام ده برضو. جميل جدا. طيب احنا بقى عايزين نعرف اصحاب الامراض المزمنه، يعني السكر الضغط اللي حضرتك قلت عليه، بيبقى طبعا في بيتمنعوا للاسف من الصيام لان بتبقى فيه ادويه والحاجات دي، يعملوا ايه في رمضان عشان اللي عايز يصوم واللي مش قادر ان هو يصوم يعمل ايه؟ كويس. هو يصوم، هو ما فيش حاجه اسمها ما يصومش، وممكن يصوم. هو في حالات معينه ما بيصوموش، ودي مكتوبة ومعروفة ولهم رخصة كمان، ان هو يعني ربنا مديهم رخصة ان هم ما يصوموش. في آية سورة البقرة في آية 184 مكتوب ان ممكن ما يصوموش. صحيح. وده ولازم ما تصومش. صحيح. لان حرام لو صمنا، لانه هيتعب، بيأثر فعلا عليهم طبعا. ومين دول بقى الله. الاساس بقى الاكتر اكتر ناس اللي ما يقدروش يصوموا اللي هم اللي عندهم مرض السكر، والسكر الاولاني اللي بياخدوا انسولين. ودول ما ينفعش ياخدوا يصوموا. طيب نعمل ايه؟ انا صمت قبل كده؟ لا خطر. وفي رقمين برضو لازم نقيس السكر بصفة عامة للناس اللي هيصوموا عنده السكر وغصب عنكم وحصوم. الرقمين ايه؟ هنقيس كم مرة في اليوم؟ هو أصول يقيس 6 مرات بس عشان الايه البتاع بقت غالية، فهنقيس 3 مرات. هنقيس قبل الفطار على طول، وهنقيس قبل الفطار، وهنقيس في وسط النهار، ونقيس بعد الفطار، ونقيس أول ما نصحى من النوم. طيب تمام. في أي لحظة من اللحظات دي لو لقينا قياس السكر 70 وأنا كنت صايم، لازم أفطر. لازم. ده كده يبقى السكر بتاعه واطي جدا. هو 70 مش واطي. استنى نص ساعة بالظبط هيوطى خالص. 40 مش هلحقه، مش هينفع. فأنا لازم أفطر. طيب يا دكتور ده خلاص، ده فاضل نص، فاضل ساعة، ده فاضل ساعة وحصوم. طب أنا هنام وهقوم. مش هتلحق. افطر وعوضي يوم تاني. فلو 70 سكرك هيوطى قوي. نفطر على طول، ودي نقيس الكلام ده. طب إيه تاني؟ لو سكري فوق ال 270 عالي، هيعلى تاني، هفطر برضه. فسواء 70 او 270 ودي سهله، هنفطر في الحالتين. تمام. هل ممكن اصوم؟ تصوم. بس خد بالك بالكلام ده. طب مين اللي ما يصومش بقى؟ الناس اللي بتاخد انسولين باستمرار، بياخدوا 3 مرات انسولين، ده هيصوم ازاي؟ مش هينفع. صحيح. طيب الناس اللي دخلت المستشفى قبل رمضان علشان كانت تعبانة وكان سكرها عالي أو سكرها واطي، ده برضو ما ينفعش يصوم. والأهم طبعا احنا دلوقتي في يوم 15-17 رمضان، فكان لازم قبل كده يروح للدكتور ويتابع معاه ويعرف بالظبط الجرعات بتاعته ايه.